عندنا بقى خبر مهم جدا جدا، ولازم إدارة الزمالك تتضامن فيه مع نادي تونجيس السنغالي. نادي تونجيس السنغالي تقدم بشكوى رسمية للكاف، اتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، ضد الحكم الكيني بيتر وايرو. بيتر وايرو كماكو ده حسب ضربة جزاء ظالمة 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 لنادي الترجي التونسي في مباراة الترجي وتونجيس السنغالي، ملهاش أي علاقة خالص بضربات. وطبعا منها تعجي بعد ما كان متأخر بهدف أمام تونجيس السنغالي في تونس. وطبعا الترجي وتونجيس السنغالي مع نادي الزمالك ومع المولودية الجزائري في المجموعة. فأنا بطالب نادي الزمالك اللي هو طبعا تضرر من اللي حصل ده، لأن كده نادي الترجي خد 3 بونت لا يستحقهم وبينافس معاه في المجموعة، فلازم يبعتوا للكاف ويتضامنوا مع تونجيس السنغالي في شكوته ضد الحكم الكيني بيتر وايرو كماكو. تمام. علشان الكاف ما يستهبلش بعد كده ويشوف حل في الحكام بتاعه، لأن الزمالك أصلا ديسمبر الأثيوبي ظلمه في مباراة المولودية وما احتسبلوش ضربة جزاء جريمة. دي حقيقة. جريمة ما احتسبهاش. دي حقيقة. عندنا الكابتن اشرف قاسم النهارده اجرى اتصال هاتفي باحمد زاهر اداري الفريق، وحسني مترجم مستر باتشيكو المدير الفني، لان الاثنين بيعانوا من فيروس كورونا، وطبعا بنتمنى لهم التعافي وبنتمنى لهم ان ربنا يعافيهم يعني ويرجعوا بالسلام. والكابتن اشرف قاسم اتكلم على مباراه نادي الاسماعيلي وقال هتكون مباراه قويه جدا بعيدا عن ترتيب الفرقتين، دايما مباراه الزمالك والاسماعيلي بتشهد نديه وبتشهد قوه وبيبقى دايما مستوى الفني مرتفع، لان الفرقتين عندهم عناصر قويه ومعروفين بتقديم لمستويات فنيه جيده. الزمالك طبعا قرر ان هو يسافر بطياره خاصه زي ما اعلنا، وهقول لحضرتك تكلفه رحله الزمالك على الطياره الخاصه كام حالا، واقول لك برضو الطياره الخاصه دي هتاخد كام راكب. الطياره هتتكلف ذهاب واياب 300,000 جنيه. ساعتها 180 راكب، وطبعا ده رقم كويس جدا، وطبعا الرقم ده ما كانش بيبقى موجود ابدا، بس عشان طبعا انت عارف جائحه كورونا وما فيش سفر كتير ولا كده، فعشان كده هتبقى بالرقم ده يعني.